اليوم قررت أصور فيديو عن شيء أنا مرة أحبه اللي هو الأظافر. أنا إنسانة أعشق الأظافر وأعشق إنه أطول أقصر ألون أرسم، يعني مرة يعجبني لدرجة قاعدة أفكر سيريسلي إني أنا أتعلم شلون أسوي الآرت. راح نشيل هذولي وبعدين راح أسوي شيء غريب قاعد يطلع لي في الإنستغرام، أنا سميتها أظافر الكرتون لأنه شكلها كأنها كرتون، يعني من أفلام الكرتون جاية، فكل شوية تطلع لي في الإنستغرام، فقلت هذه رسالة يا أمل إنك تجربينها. قبل راح أشيل هذول الأظافر، راح أريح أظافري شوية بعدين راح نسوي الآرت. فيلا شاي أخضر بأكبر كاسة عندي، ليه ما أعرف، أنا إنسانة بموضوع الأظافر مرة أنرفز، مع أنه صارت لي مواقف أنه أنا فترة طويلة أظافري ما كانت تطول بسبب هالحركة، بس ستيل قاعدة أسويها، اللي هو شيل أظافري بطريقة جدا خطأ، وأي أحد إذا قاعد يسوي زي كذا أنه يوقف من جد يسويها لأنه تعدم الأظافر، المشكلة ممكن ما ترجع الأظافر مرة ثانية. تخيل موضوع اني انا اشيل الاظافر التركيبه، ما عندي صبر ابدا، فتخيل ايش اسوي فيها، افكها يعني كذا بالقوه، وهذا الشيء مره غلط. فاذا انتم تسوون نفس هالحركه وقفوا، لانه هذا الشيء من جد اذاني انا فتره طويله وستيل للاسف اني انا قاعده اسويه، بس انا قررت اني انا اشوف طريقه سهله اقدر اشيل فيها اظافر التركيب بطريقه اني انا ما اذي فيها اظافري. راح نحتاج بول، صحن كذا، مويه دافيه، اوكي المويه تكون دافيه ما تحرق بس دافية، انا راح احطها هنا، كيسة زي كذا راح نحط داخلها اسيتون، هذا جبته من الصيدلية وجبت هذا من محل الكماليات، راح نشوف، احس انه هذا شوي اقوى بس راح نجرب. راح نعبيها اسيتون، ما تبخليش على نفسك بقى. تقريبا هذه الطريقه تاخذ 3 دقائق، ان شاء الله ما تطول. الكيسه هذه هي راح نحطها في المويه الدافيه، بعدين راح ندخل اليدين جوا الاسيتون، يعني تكون متغطيه بالاسيتون. شوف على طول صارت المويه حمراء، تعجبون يمه كاني قاعده انزف. نخليها 3 دقائق لين الأسيتون يبدأ يشتغل، تقريبا 3 دقائق 4 دقائق كذا. شوفوا إيش صار بعد ما أخليها دقيقة كذا، أحاول إني أسوي مساج على الأظافر عشان أتأكد إنه كل الصمغ قاعد يروح، لازم أحرك يديني يعني كذا، عرفتوا؟ لازم، ما أدري إذا واضح عندكم ولا لا، بس لازم أحرك يديني كذا عشان كل الأظافر الغرى الأظافر ينزل. صراحة أنا حاسة إنه خلاص يعني تقريبا. إيو أوه ماي جاد، استنشقت الأسيتون، حطلع يديني. أسهل طريقة، ليه ما حد قالي من زمان؟ وقعت إنه الأظافر راح تنفك، بس اللي صار انه الاظافر ذابت، بس يبغالي الحين اغسل يديني وانظف كل الاشياء هذه، بس الاظافر ما احتجت اني انا احكها ولا اسوي لها، فتقريبا كومبليتلي الاظافر اللي كانت موجوده راحت. كذا شلنا الاظافر من غير ما نحتاج نروح للصالون ولا نخلع اظافرنا، بس ريحه الاسيتون شويه قويه فانتبهوا يعني، او الافضل انكم تلبسون كمام. اخر شيء بس نقفل هذا الشيء كذا ونرميها في الزبالة. آخر شيء راح أحط هذا الماسك حق اليدين، أريح أظافري شوية وأحط لها ماسك، هخلي تركيب الأظافر لبكرة، وأحلى شيء في الموضوع منكم أنتوا ما راح تنتظرون بكرة. اليوم راح نسوي الأظافر الرسمة اللي قلت لكم عليها اللي هي كأنها أفلام كرتون، راح أحط لكم صورتها هنا عشان تشوفون إيش الشيء اللي في بالي. باي ذا واي اللي مو متابعني على الإنستغرام إيش تنتظرون؟ عندكم أكاونتي تحت، اضغط عليه وتابعوني، لأن بعض الأحيان أسأل أسئلة هناك وأجي أجاوبها هنا، أشياء زي كذا. حطيت صورة على الإنستغرام، إيش رأيكم بشكل الأظافر هذولي؟ أنا احترت، كان نص الكومنتات عاجبهم ونصهم لا، وأنا عن نفسي
ما عندي مشكلة أجرب أشياء غريبة. طبعا راح أركب معاكم طريقتي في تركيب الأظافر. أنا بيذوي هذه العلبة خذيتها من أمازون وحطيت فيديو قصير في الانستغرام. تجي كمية كذا مرة كثيرة ما شاء الله. وفي مقاسات للأظافر. قبل الركب أول شيء نقيس الظفر. هنا اخترتهم طبعا طلعت 10 على قد أصابعي. كيف أقيس الظفر؟ حط التركيبة على الظفر نفسه لنهايته. أمسكها بالإصبع الثاني وأشوف هل الزوايا متغطية كلها بالظفر الصناعي ولا لا. إذا هي متغطية كلها معناتها هي يعني بيرفكت قدها. أحرص إنه ما يكون هنا في فراغ. أنا من خبرتي من تركيب الأظافر إن يوم تحطين ظفر لازم يكون على قد ظفرك. إذا كان شوية أكبر بيصير شكله مزعج، أو إذا طلع صغير راح يبين إنه هو مو ظفرك على الجنبين وراح ينفك معاك بسرعة. الحين طلعتهم على جنب عشان أقدر أركبهم على طول كذا بالترتيب. بس أول شيء أسوي سنفرة للظفر نفسه. حاولي ما أسنفر كثير، بس كأنك أنت تخشنين المنطقة هذه. الأظافر اللي أنا جايبتها حلو إنهم حاطين منطقة خشنة، يعني إذا لاحظتوا اللي ما تجي خشنة زي كذا حاولي إنك أنت تاخذين مبرد وتبردين اللي داخل. الظفر ما ينفك معاك بسهولة. أوكي راح أسويهم كلهم بعدين أغري أحسن. عندنا هذا الغراء اللي نفسه جاي مع المجموعة، ما حاول إني أكثر ولا أخلي قليل. وبعدين أخذ الظفر نفسه كمان أحط فيه شوية. طريقتي في التركيب أحط الظفر في الزاوية بعدين أغريه. وعندي هذا الجهاز البلو لايت. إذا عندكم البلو لايت الكبيرة أحسن. أنا إن شاء الله راح أشتريها لأن الموضوع صراحة عجبني. أوكي طفت الإضاءة. الحين الظفر صار عندنا جاهز. صاروا كذا الأظافر التركيب جاهزين. أنا عادي عندي أحب الأظافر الطويلة، بس أحس الديزاين اللي راح أسويه ما ينفع إني يكون أظافر مرة طويلة. إني أقصرها شوية بعدين نبدأ نلونها. وبردتهم شوية بس شكلي قصرتهم مرة، بس it's okay أنا أبغاهم كذا يعني. الحين راح أوريكم الصورة اللي أنا أبغى أسوي مثلها. آخر قرار يعني، لأن كل شوية أفتح على واحد وأقول هذا خلاص. شكلي راح أسوي نفس هذا. الألوان هي الأسود والنود الغامق والنود الفاتح وأبيض. فهي راسمة على الثلاث أصابع هذولي، والباقي حاطة نود وأسود. طبعا أنا عندي الفرش حق الرسم هذولي، هذولي هم الفرش. أول شيء راح أحط الألوان خليها تنشف شوية، بعدين أحددها بالأسود زي ما شفنا في الصورة. نفس ما هي مسوية، ثلاثة بيج، واحد من البيج الغامق أو من النود الغامق، واحد الصغير هذا أسود. الآن راح أحط من اللون الأسود في الأطراف زي محاطين في الصورة. راح احتاج الفرش، وانا اخترت اني انا استخدم الفرشة الصغيرة. احط الاسود بعدين اقفل عليه. ارسم على طول منه لانه اللون راح ينشف معايا. بس على حدود الاظافر. يما كيف ارسمون خط؟ انا يديني قاعد ترجف. كالعادة استسهل الامور وتطلع الامور أصعب شيء. literally ساعة ونص بس أنا أسوي الثلاث أصابع هذولي وهذولي كمان. بس هذولي صراحة مش حلوين أبداً لأنهم باليسار. قاعد أسوي باليسار. قاعد تشوفون كيف حاولت أساويهم، بس والله العظيم الموضوع مش سهل. هذه اليد شكلها أبداً مو حلو ومو مرتبة. نسوي الأشياء البسيطة اللي باقية بعدها ready to go. ممكن بس باقي احط لها كود واحد شفاف وكون كذا تمام. اعطي هذه التجربة لانها صعبة يمكن 7، بس I can do better. بس لأول مرة أسوي شغلة زي كذا أنا مرة فخورة صراحة. فماني عارفة هذه عجبتني وهذه لا. الحين شلون راح يكون الوضع ما أدري. بس قولوا لي رأيكم. وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو عجبكم. لا تنسون تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وأشوفكم إن شاء الله فيديوهات ثانية. باي باي.